مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل هذه الحلقة في من القاهرة، والتي تبدأ معكم من الآن وتستمر قرب منتصف ليل القاهرة. هيكون لنا فيها وقفتين حواريتين وأيضا عدد من الأخبار اللي بتمر بينا على أبرز أحداث اليوم. الوقفة الحوارية الأولى بتتحدث عن مصر والسعودية، أمن قومي عربي، خطوط حمراء لمن يمس البلدين التي لا يستطيع أحد المساس بأمنهما القومي أو بمصالحهما المشتركة. علاقات استراتيجية ما بين مصر والسعودية تضرب بجذورها على مدار التاريخ وتمتد في اتفاقات وعلاقات للشراكة الاستراتيجية في المستقبل. زيارة ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان للقاهرة جاءت إلى مصر واستغرقت يومين، قابل فيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واتفق على عدد من الأمور لها ثوابت مشتركة ما بين مصر والسعودية فيما يخص أمن الخليج أو حتى التدخلات في الشؤون الدول العربية المختلفة وكيفية توقفها، وأيضا الاستثمارات العربية التي يجب أن تمتد إلى الدول الإفريقية منعا لامتداد نفوذ الكثير من الدول التي تحاول العبث بالأمن القومي العربي. إذن في حوارنا الأول الأستاذ الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ضيفا كريما معي محللا لهذه القمة ما بين سمو الأمير محمد بن سلمان للقاهرة وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مؤتمر ICT لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دورة انعقاده 22 والتي افتتحها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهتم بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتناقش الكثير من الأمور الخاصة بهذا القطاع، منها توطين التكنولوجيا، الإتاحة لكافة أفراد المجتمع، وأيضا كيفية إيجاد فرص متساوية بين محافظات مصر المختلفة للابتكار والإبداع في مجال التكنولوجيا ونشر الوعي المجتمعي بما يسهم في نمو اقتصادي وزيادة دخل قومي، ليس فقط دخل الفرد لكن انعكاساته على المجتمع بشكل أو آخر وتحسين الحالة الاجتماعية. إذن المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في هذا الحوار معي في الوقفة الثانية في من القاهرة. أولى أخبارنا عن مغادرة ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان القاهرة عقب زيارة استغرقت يومين عقد خلالها مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال اللقاء شدد الرئيس السيسي على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة الاستقرار الخاص به. أكد الرئيس السيسي على أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري في ظل عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ ما بين مصر والمملكة.
كذلك اتفقت كل من مصر والسعودية على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة والانطلاق سويا لإنشاء مشروعات مشتركة بين رجال القطاع الخاص من الجانبين سواء داخل مصر أو في أسواق خارجية وبصفة خاصة أسواق الدول الإفريقية. جاء ذلك في سياق جلسة المباحثات التي عقدها المهندس عمرو النصار وزير التجارة والصناعة دكتور ماجد ابن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار الذي يزور القاهرة حاليا ضمن الوفد المرافق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. أخبارنا مستمرة معكم. أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مصر تحرص كل الحرص على قوة واستقرار المملكة العربية السعودية باعتبارها قوة واستقرار لمصر. جاء ذلك في كلمته عقب انتهاء الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بين وفد إعلامي سعودي وقيادات الهيئات الإعلامية والصحفية المصرية ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية وشخصيات إعلامية بارزة. سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق ينضم إلي عبر الهاتف. برحب بحضرتك سعادة السفير. أهلا بك، مساء الخير. أهلا بك سعادة السفير. إلى أي مدى تشكل العلاقة ما بين مصر والمملكة العربية السعودية صمام أمان للأمن القومي العربي؟ هي علاقة وطيدة قديمة ضاربة في التاريخ على الأقل منذ الفتح الإسلامي لمصر في عهد عمر بن الخطاب خليفة رسول الله، وكان واليه على مصر عمرو بن العاص الذي عندما حدثت مجاعة في الجزيرة قال له والله لأرسلن لك قافلة أولها عندك وآخرها عندي. من هنا بدأت العلاقة التفاعلية بين الجانبين، وحدثت هجرات سعودية إلى مصر منذ ذلك الوقت، كما أن هناك جالية مصرية معتبرة في المملكة تصل إلى نحو 2 مليون مواطن يساهمون في نهضة المملكة ويشكلون أيضا مصدرا لإيراداتنا الدولارية، وهو من أكبر مصادر الدخل في مصر بجانب التجارة الخارجية. في مجال التجارة السعودية من أكبر شركاء مصر أيضا في مجال الاستثمار، وهذا نبأ طيب. والنبأ الأكثر أهمية هو أن الميزان التجاري بين مصر والسعودية هو لصالح مصر بحكم أن السوق السعودي أكبر سوق مستورد في العالم العربي أيضا، لكن نحن غيورين ونريد لهذا أن يتضاعف، لأن طبعا هناك مجالات كثيرة، وبالفعل بدأنا نتحدث عن مناطق للاستثمار المشترك. مقترحات كثيرة بالذات كان صاحب المبادرة فيها سمو ولي العهد، وبالتالي الزيارة من الناحية الاقتصادية مهمة جدا، لكن أيضا من النواحي السياسية ينبغي ألا نغفل الأبعاد السياسية لهذه الزيارة. نعم، الأبعاد السياسية ليست فقط على المستوى الإقليمي أو حل قضايا المنطقة، لكن أيضا امتداداتها وصلت إلى القارة الإفريقية وكيفية الاستثمار والتنمية في دول القارة السمراء، حتى لا يكون هناك فرصة لاستغلال هذا الاستثمار من قبل دول أخرى تحاول العبث بالأمن العربي. هذا بالتأكيد مصر منذ فترة طويلة تدعو إلى ما يسمى بالتعاون الثلاثي في إفريقيا، لأن مصر لها تاريخ طويل جدا في إفريقيا. إفريقيا أيدتنا بشكل تلقائي في جميع قضايانا، لا ننسى أن كل دول إفريقيا صوتت معنا في الجمعية العامة عندما تكلمنا عن القدس كعاصمة وغير هذه الأمور. نحن وجه مقبول في إفريقيا، بالتالي نستغل هذا، ولدينا خبراء في كل البلدان الإفريقية ينقصهم التمويل، وهناك إمكانيات غير عادية وغير مطروقة للاستثمار، خصوصا الاستثمار الزراعي، وهو أهم بند يعني مطلوب على المستوى العربي والمصري والسعودي، بند الاستثمار على الغذاء والزراعة. أيضا في إفريقيا هناك فرص كبيرة لإنشاء شركات استيراد الأخشاب، لاستيراد البن والشاي والنحاس والألومنيوم، المنتجات الرئيسية في إفريقيا، إذا توفر التمويل اللازم لاستخراجها، ماذا إلا نشتري نفس هذه المواد عن طريق شركات احتكارية أوروبية بأضعاف الثمن. وأنا أتكلم طبعا عن
خبرة لأنني خدمت في القارة الإفريقية ومتحمس جدا لهذا العمل. إذن هذا البعد في العلاقات المصرية السعودية أرجو أن يكون أيضا رافدا جديدا للتوسع في العلاقات. نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل شكر سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالمباحثات الجارية بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية للانتهاء من تفاصيل إنشاء شركة تنمية مشتركة تقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة شمال غرب خليج السويس. كما رحب مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده لبحث جهود تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتمويل الخارجي الذي سيتم ضخه عن طريق استثمارات المجموعة والذي سيعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بشكل عام. من جانبه أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب ماميش أن الاستثمارات القادمة لمجموعة دبي العالمية سترفع التصنيف الاستثماري للمنطقة. سيادة النائب الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ينضم إلي عبر الهاتف، برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك سيادة النائب، بنتحدث عن شراكة أكثر توسعا بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصة في مشروعات الموانئ وتطويرها في منطقة غرب خليج السويس. إلى أي مدى تشكل هذه الشراكة والتوسع فيها انعكاس طيب للاقتصاد المصري وأيضا منفعة لدولة الإمارات العربية المتحدة؟ هو زي ما حضرتك تفضلت كده، هي علاقة مصلحة مشتركة بالفعل ما بين الدولتين. احنا طبعا نعلم أن إدارة أو خليني أقول شركات الموانئ بشكل عام في الإمارات ومنها موانئ دبي وما إلى هذا، هذه الشركات لها خبرات أصبحت الآن تقاس عالميا بأرقى الشركات الموجودة على مستوى العالم. لدرجة يمكن شركة دبي كانت فازت فعلا بعقد في الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة عدد من الموانئ هناك، ولكن بشكل أو بآخر تم إلغاء هذا العقد في توقيت ما. وإذا الملاءة الفنية والخبرة الفنية لهذه الشركات بالفعل بتقاس على كبريات الشركات العالمية حاليا. في نفس التوقيت دبي هي منطقة لوجستية دولية بالفعل، فيها لها خبرات وقدرات عالية، وهناك العديد من الشركات اللي بتعمل في منطقة الشرق الأوسط حاليا كتوكيلات لشركات أجنبية بتدير نشاط في أفريقيا والخليج. بالتأكيد أن يبقى ليها في هيئة اقتصادية لتنمية قناة السويس منافذ وموانئ ومناطق لوجستية، بالتأكيد ده هيكمل هذا النشاط اللي موجود بالفعل في دبي. إذن هو نشاط تكاملي وليس تنافسي، ده يمكن اللي حرصنا عليه من بداية مناقشاتنا حتى في اللجنة الاقتصادية مع سيادة الفريق مهاب ماميش، أننا تحدثنا عن دور الإمارات و طلعها انها تتوسع ايضا. احنا عارفين طبعا انها واخده في ميناء في العين السخنه. أيوة. وليها نشاط قوي برضه هنا طبعا، لكن كتصنيف استثماري للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس هل سيرتفع بشكل او باخر نتيجه دخول دوله الامارات العربيه المتحده الى هذا الاستثمار وبقوه، وبالتالي يكون نموذج مشجع للمزيد من الاستثمار من دول اخرى؟ هو اولا هو النموذج اللي احنا بنتكلم عليه كاستثمارات خاصه في الموانئ فهو تسهيلات اضافيه بتضاف للهيئه الاقتصاديه لتنمية قناه السويس من شركه ذات قدرات وامكانات عاليه للغايه. طبعا. فده بالتالي بيسهل عمليه تداول البضائع وانتقالها وخلافه، وفي نفس الوقت بيجعل النقطه اللي بتبقى موجوده فيها هذه الشركات القويه نقطه جذب، لان السفن اللي بتعبر قناه السويس ان يبقى ليها محطه موجودة في هذه الموانئ، فده بالتالي بيزيد من دخل القناة، بيعطي إمكانات أكثر للاستفادة من تواجد هذه السفن في الموانئ المصرية بالتأكيد، واللي بتديرها ممكن شركات زي دبي. بالإضافة لأن قاعدة الاستثمارات اللي موجودة في المنطقة بتتوسع نتيجة أن كبرى الشركات زي الشركة كبيرة زي موانئ دبي اللي هتبقى موجودة في الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، بالتأكيد بيبقى لها برضه تأثير إيجابي على فكر المستثمر بأن لديه موانئ حديثة، لديه معدات مناولة وشحن مستوياتها راقية، فبالتالي ده بيسهل له عملية انتقال ودخول سواء المواد الخام أو المنتجات التامة الصادرة. أشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة النائب الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
بدأ وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره الصربي لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث وصل شكري اليوم إلى العاصمة الصربية بلغراد على ضوء مرور أكثر من 120 عاما لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا. صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري سيجري لقاءات مع كل من رئيس جمهورية صربيا ورئيسة الوزراء والنائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية لبحث الفرص الواسعة لتعميق التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين مصر وصربيا خلال المرحلة القادمة. دي كانت مجموعة أخبارنا في فقرتنا الأولى في من القاهرة. الوقفة الحوارية بعد قليل تتحدث عن علاقات مشتركة ما بين مصر والسعودية في العديد من المجالات، تشكل صمام أمان ليس فقط للمملكة أو مصر، ولكن للأمن القومي العربي برمته. الأستاذ الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ضيفا كريما معي بعد لحظة.